جينا لهون على سوريا مشان نشوف اهلنا رغم القصف والضرب، لكن يعني مشتاقه للاهل، يعني ما في فرصه غير الفرصه مشان اجازه العيد. هجمه مو هجمه، بدي اشوف الاهل، يعني بغض النظر حرب مو حرب بدي اشوف الاهل. اللي جوا مو اغلى روحي من اللي برا، يعني اكيد راح يكون. كشباب سوري موجودين في تركيا، في عندنا فرصتين بالسنه انه نجي على سوريا، هي اجازه عيد الاضحى واجازه عيد الفطر. حاليا اجازه عيد الفطر فالحمد لله مش الحال ودخلنا. الأعداد للتراوح التي حجزت هذه السنة حوالي 32,000 شخص. كنا كل سنة نستقبل حوالي من 70 إلى 90,000 نسمة في إجازة عيد الفطر فقط ما عدا عيد الأضحى. تعود لأسباب الانخفاض، أولا المدة التي تم فتح الرابط بها من الجانب التركي لم تتجاوز الساعتين، وفتح البارحة لمدة نصف ساعة فقط، لم يستطع الكثير من الناس الحجز. لدي عدة أسباب، قد تكون بسبب الحرب الحاصلة في الشمال السوري.